السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل عبد السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا عبد السلام. شيخ، عندي مجموعة أسئلة فقط. تفضل أخوي. شيخ، السؤال الأول يقول: ما حكم التلحين في الدعاء والآذان؟ حكم ماذا؟ التلحين يعني في الدعاء والآذان. طيب. السؤال الثاني يا شيخ: بعض الناس يقوم بشحن هواتف النقالة في المسجد، وبعضهم حتى الحاسوب آلة اليدوي، فلم أستطيع أن أنكر عليهم حتى أستفسر فقط، فما حكم ذلك؟ طيب. يا شيخ، والدتي حفظها الله تبلغ من العمر حوالي 54 سنة، وهي متحجبة ولله الحمد والمنة. قال لي والدي مرة: لماذا لا تنزع النقاب وتضع عنك بعض الأشياء، يعني النقاب واليدين إلى غير ذلك؟ فأبت وقالت: والله لا أنزعه حتى أغيب تحت الثرى، يعني حتى أموت. وتقول دائما أن أستر نفسي حتى لو كنت يعني جميلة وغير جميلة، أستر نفسي يعني أطيع الله عز وجل. سؤالها هي: هل بذلك عطت زوجها، مع أن بذلك مجرد اقتراح ليس مجرد فرض، يعني لم يفرض عليها النبي؟ إيه يعني هل تعتقد بأن عصت زوجها، يعني تعتقد؟ نعم هكذا فقط، هو مجرد اقتراح فقط من 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 أبي، مش يعني. طيب يا عبد السلام. يا شيخ ثاني، فسؤال أخير فقط. لدي بعض الأصدقاء وبعض الإخوة فقط ينادونني يا شيخ بالشيخ، بعضهم سيد الشيخ وبعضهم يا شيخ. والله الصراحة يا شيخ، لما ينادوني بهذا تدور بي الأرض، يعني الفضاء، فأنكر عليهم وأقول لهم: يا إخواني، إنما أنا أخوكم، تجمعنا رابطة الأخوة والإسلام، نادوني بعبد السلام فقط. أنكر علي لا أحب، وبعض الأحيان الله أزعل عليهم ولا أكلمهم من باب التعزير فقط. طيب جزاك الله خير عبد السلام، نفع الله بك. لا أنكر بذلك من باب التعزير فقط، ليس ما أكلمهمش بزاف، يعني دائما ما أكلمهمش، يعني بعض الأحيان أعزرهم لما يناديني بالشيخ ولا لا أتكلم إليه، ولما يناديني بعبد السلام نتكلم معه وأضحك معه. طيب يا شيخ عبد السلام، لا تزعل علينا. حياك الله عبد السلام. سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الإنسان سألتك عن السؤال هذا من قبل، الإنسان لما يكون مصاب بالعين وبيغتسل بوضوء اللي واخدينا بالعين، معناها مثلا الوضوء مثلا مش في نفس اليوم يغتسل به، عادي يقعد الوضوء يتخزن مثلا يومين ثلاثة لم تمي يغتسل به، مرات الظرف هيك الإنسان هذا مريض ولا أي شيء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لما الإنسان مثلا هو نفسه المصاب بالعين يغسل بالمية هي متاع الوضوء، قديش يقعد على جسم الوضوء هذا؟ 10 دقائق، ربع ساعة، على أساس أنه بعدين بيستحمل الاستحمام العادي معناتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سجود التلاوة، هل إن ندعي الدعاء المأتور العادي هذا سجد وجهي للذي خلقه إلى آخر الدعاء، أم معناتها يرجع الإنسان لنفسه؟ طيب يا سعاد، الله يبارك فيك يا شيخ. مرحبا. نعم، من معنا؟ تفضل يا سماح. سماح تفضلي. أنا بيك شيخ وازح، ما عندي كم سؤال. تفضلي أختي، تفضلي. السؤال الأول، أمي قبل أبوي صار 7 سنين ميت، إيه فسوى مات توفى، وكان يعني عشان هاجر أمي صار 25 سنة، ما متغرب لها يعني لا يجيها ولا أي شيء، فتوفى فتزم علي عدة لو لا. إيه طيب. إيه بالنسبة للتسبيح، التسبيح يصير بس اليد الأم، يقولون بس اليد اليمنى. اي وشكرا لك الله. مرحبا يا سماح. تفضلي يا ندى.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بس أسأل على ختم القرآن للميت، أنا واجد متوتر. نسمعك يا ندى، ندى الصوت غير واضح، بارك الله فيك. أنا أريد أسأل على ختم القرآن للميت. لا لا ما اسمع، انا ما فهمت شيء. تفضلي يا ندى. الو. تفضلي اختي، تفضلي. والدي اسال على ختم القران للميت. قراءة القران؟ اي الميت. انا كل رمضان اختم القران لوالدي. طيب. وبعدين قالوا انه ما يجب ان ختم القران للميت. طيب وضح السؤال. الآن تقصدين أنت قراءة القرآن للميت، تقرأين في كل رمضان وتختمين، هذا السؤال؟ أي. طيب أي. كل رمضان وغير رمضان. طيب طيب وضح السؤال. نعم تفضل يا سعيد. أنا تفضل. عليكم السلام الشيخ. تفضل. أنا عندي سؤال، قلت لك عندي المراجعة، قلت لها ما تروحيش الجامعة تصلي. اي المرأة مثلا ما تعيش الجامعة تصلي نهار الجمعة. اي نعم. وهي قالت لي نروح، قلت لها بالحرام ما تروحيش. ثم لحقت الجمعة راحت تصلي، جا ولادها خلوا لها راحت، تعاكمت انا وياها مثل حارنا، قلت لها بالحرام راكي حارمة. ايوه قلت لها راكي حارمة كي خرجت راحت، ما حكم الشغال؟ يعني أنت قلت لها أول شيء قلت لها لا تروحين الجامع بالحرام ما تروحين، وبعدين راحت. بعد راحت كانوا ولادها فوضوا لها الخرجة. راحت للجامع؟ راحت حارمة. يا سعيد أنا أسألك الله يرضى عليك، أنت لما قلت لها إذا رحت للجامع أنت حارمة، راحت هي؟ أنا قلت قبل ما تروح. قبل ما تروح قلت لها بالحرام ما تروحي الا الجامع، وبعدين راحت. ومن بعد هي جات رايحات قبل ناس نتاع خلاها اولادها راحت. اولادها خلوها تروح؟ قلت لها راكي حارمه. اي وقلت لها انت حارمه ها؟ طيب وش تقصد بحارمه انت؟ ايش تقصد بحارمه؟ انا زعلت تنويت هكذا قلتها. اي بس ايش معنى حارمه عندك انت؟ ظهار ولا طلاق؟ لا قلت أبارك هكذاك جاءت الزعفة قلت أماني. يا سعيد أنا. خلك على الهاتف، ارجع خذ التلفون وكلمني على الهاتف الخاص، هذا موضوعك يحتاج إلى استفسار وطويل شوي، ارجع إلى الكنترول يعطونك التلفون واتصل بي بعد البرنامج إن شاء الله. أبو عيد. ألو. تفضل أبو عيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤالي. تفضل أبو عيد. السؤال الأول هذه الصيغة صحيحة للتشهد الأول والأخير. طيب. السؤال الثاني خصوصا هذا يحدث في رمضان، إذا دخل الشخص والإمام يصلي التراويح وجماعة ثانية قائمة تصلي فرض، هل يدخل مع الإمام أو مع الجماعة؟ جزاك الله ألف خير يا شيخ. مرحبا أبو عيد. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس الأخ سامر بارك الله من تركيا يعني تحدث، هو ليس سؤال إنما مجرد عرض لواقع اللاجئين هناك، ويذكر مشاكل ويذكر أيضا بعض الانحرافات ويذكر بعض الأمور وشيء من هذا القبيل. يا أخوي سامر بارك الله فيك، بالنسبة لما يحدث الآن للوطن العربي والبلاد الإسلامية من حروب وفتن، لا شك أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل ونحن نسأل. ولذلك يا أخي الواجب على الناس أن يعرفوا كيف يتعاملون مع الفتن وفي الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناس في الفتن أن يكونوا أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر، وأن يكثروا من العبادة والتأله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على أن يكونوا على الهدي القويم والصراط المستقيم. وهذه ابتلاءات من الله عز وجل، وفيها من تكفير السيئات وحط الخطيئات، وفيها من رفعة الدرجات الأمر الذي أشارت إليه نصوص السنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية والله أن بعض الناس الآن ينحرف لأجل أنه كذا، هذا راجع لذاته ولنفسه. كثير من الناس الذين يعني حصل لهم ما حصل زادوا تعلقا بالله وقربا إلى الله،
والعرب تقول تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، ولا يمكن أبدا لإنسان فعلا استقر الإيمان في صدره أو كان عنده مخافة من الله عز وجل والله أن يجعل العقوبة في مقابل الذنب، يعني والله ما دام حصل لي كذا وكذا أرتكب الذنب الفلاني. أبدا، يوجد الحمد لله الآن من الناس من اللاجئين صار أقرب إلى الله، من كان ما يصلي قبل الآن يصلي، كان عنده بدع وخرافات وشركيات الآن موحد ولله الحمد، كان عنده سلوكيات خاطئة الآن قريب إلى الله. كثير من الناس بدأ استثمر هذه الفتن وهذه الأزمات في العمل حتى الدنيوي، اشتغل واعتمل واحتراف مثلا بعض الحراف وكذا. فيا أخي الفاضل، هذه سنة الله في خلقه وعباده، وهذه لا تعفي الناس من قضية المساعدة. الآن ولله الحمد دول العالم ودول الخليج تحديدا ولله الحمد منا تقدم مساعدات، وكذلك ينبغي حقيقة أن يكون لكم هناك ترتيب معين، بمعنى إذا وجد هناك مثلا نساء وبنات مثلا تخشون عليهن تحافظون مثلا عليهن بالستر، إما بتزويجهن، إما بالسعي بأن تكون وسائط خير مثلا، إما بالزج بهن في مدارس تحفيظ القرآن أو مدارس نظامية أو مدارس خيرية حتى تبعدوهن عن يعني المراتع الوخيمة هذه التي يقع فيها كثير من الناس. عبد السلام بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم التلحين في الأذان والدعاء؟ أخ الفاضل، بالنسبة للأذان، الأذان النبي عليه الصلاة والسلام اختار بلالا ليؤذن لأن صوته كان نديا، كان غضا طريا، ولذلك ينبغي للمؤذن أن يكون صيتا وأن يكون صوته حسنا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي بلالا أن يقوم ويلقنه عبد الله بن زيد، في إشارة إلى استعذاب الأصوات الجميلة واختيارها، الأصوات الغضة الطرية لتؤذن لأنها تؤثر في النفوس وتؤثر في القلوب، لكن بشرط أن يكون أذان شرعي، أذان بعيد عن المطمطة وبعيد عن المبالغة في إعطاء الحرف حقه، بعيد عن الأخطاء مثلا يقع فيها، مثلا بعض الناس يقول الله أكبر، هذا غلط، هذا أكبر يتغير المعنى، أو مثلا جعل ألف اللفظ الجلالة استفهام يقول الله أكبر، هذا غلط. أما أن يكون الأذان شرعي وبصوت جميل وغض فهذا طيب يا أخي الفاضل. فإذا قصدت هذا المعنى، نعم هذا قصدت الدعوة إلى أن يكون التلحين بهذا المعنى، نعم هذا شرعي ولله الحمد والمن. أما قضية المطمطة مثل ما ذكرت الزائدة عن الحد بحيث أن الإنسان يعطي الحرف أكثر من حقه ويبالغ ويتقعر، فهذا غير مشروع، ولذلك المعروف الآن الأذان في الحرمين الشريفين وفي كثير من بلاد المسلمين أذان شرعي ولله الحمد والمن. كذلك الدعاء، الدعاء ما ورد فيه أنه يلحن، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في السجود وفي الركوع هو الذي يدعو به في القنوت، ولذلك الآن في الركوع ماذا كيف يدعو الإنسان؟ ما يلحن الدعاء، وفي السجود ما يلحن، وبر الصلاة خارج الصلاة ما يلحن. أنت سمعت واحد الآن جالس يدعو لوحده يلحن الدعاء حتى بعد الصلاة؟ ما فيه. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان كلهم ما كانوا يلحنون الدعاء، يعني الدعاء اللي يدعون في السجود وفي الركوع وخارج الصلاة هو الذي يدعون به في القنوت، بارك الله في الجميع. عبد السلام يسأل عن شحن الهواتف في المسجد، يقول ما أدري أنا إلى الآن متردد في الإنكار. أخي الفاضل، بالنسبة للمسجد له خصوصيته، المسجد وقف، المسجد كل ما فيه وقف لله جل وعلا، ولذلك لا يجوز استعمال مرافق المسجد لأمور شخصية وذاتية، لا يجوز للإنسان أن يستعمل مرافق المسجد لأمور ذاتية وشخصية، يعني يستعمل ماء المسجد للبيت، يستعمل مثلا كهرباء المسجد لبيته ومنزله، يستعمل كهرباء المسجد لشحن الجوال، هذا غلط، هذا تعدي على بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا المساجد الآن الفواتير التي تدفعها هي الدولة، لماذا؟ لأنه وقف أو الجهة الوقفية أو صاحب الوقف مثلا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على المسجد بأي نوع، حتى المصاحف الموجودة في المسجد والكتب ما يجوز إخراجها إلا لإنسان يريد أن ينتفع ثم يعيدها إليه. الآن بعض الناس وللأسف يأخذ المصحف من المسجد ويطلع فيه، يقول هذا مصحف أقرأ فيه في البيت، من قال لك؟ هذه مصاحف أوقفت على المساجد، ما يجوز لك أن تحرك هذا المصحف، أوقفت لأجل أن تقرأ بالمسجد. الكتب مكتبات أيضا أوقفت لمن يقرأ في داخل المسجد، ويرخص بعض الفقهاء يقول إذا أخذه لأجل
يكمل القراءة ثم يعيد مع ضمانه، يضمن هذا الكتاب لو تلف، بمعنى لو قدر الله تقطع أو صابه مثلا بلل أو شيء، يأتي بمثله أو أحسن منه، يدخله إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هناك شخص والله مثلا معتكف في المسجد ويحتاج أحيانا إلى أن يشحن الجوال لغرض يعني صحيح، لضرورة، لحاجة، فبعض الفقهاء يتسامح في مثل هذه الصورة لكونه مقيم في المسجد، فهو مثلا يأكل في المسجد ويشرب في المسجد وينام، مع أن الأصل المساجد ما بنيت إلا لهذا، لكن لكونه معتكفا رخصوا له في مثل هذه الحالة. والآن حتى الآن يقولون هناك أجهزة ما تحتاج أنك تشحن من الكهرباء، أجهزة شواحن أنت من البيت تأتي بها وتشحن لمن أراد الورع ولمن أراد الابتعاد عن الشبهات، يبتعد عن قضية الاستفادة من مرافق المسجد. عبد السلام يقول والدته عمرها 54 سنة، يقول متحجبة ولله الحمد، الوالد عرض عليها عرض قال إيش رأيك تشيلين النقاب، فأقسمت بالله أنها ما تفعل هذا الشيء. هل فيها معصية للوالد؟ هل مع أنه عرض عليها؟ يا أخي الفاضل سلم على الوالدة واشكرها وندعو لها بالتوفيق، هي ونساء المسلمين، وهذا والله شيء جميل. عرض الوالد يمكن يرى بأن الوالدة كبيرة في السن، أو يرى بأنها تحتاج إلى أن تكشف وجهها وكذا، لكن هي مصرة على هذا، هي أطاعت الله عز وجل، وما دام أن زوجها عرض عليها فهذه نعمة من نعم الله، ما أجبرها على ذلك، وقل لها تثبت على ما هي عليه ونسأل الله عز وجل لها الثبات وهي على خير، لكن تتلطف مع الوالد وتشكر زوجها، تقول له يعني تشكر على يعني هذا الحس في قضية يعني الرغبة في أنها مثلا يرى إشكال مثلا في قضية مشية أو كذا، وهي تقول لها أنا مقتنعة بهذا، لها الأجر والثواب بإذن الله، ولا يعد معصية للزوج، هذا ما يعد من المعاصي لأن في طاعة الله، أمر في طاعة الله جل وعلا. عبد السلام يقول لي أصدقاء وإخواني يعني أقارب لي أو شيء، يقول بأنهم ينادونني بالشيخ ويقول أنا يعني هذا يزعجني وأحيانا أهجرهم في الله لأني ما أحب هذه الكلمة. يا عبد السلام جزاك الله خير، ربنا جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى، وجميل أن نسمع مثل هذا الكلام من عبد السلام، ونتمنى والله من الشباب خاصة طلبة العلم أن يبتعدوا عن مثل هذه الألقاب التي يفرح بها بعض الناس، وربما دخل الشيطان من خلالها فنفخ في جيب الإنسان بالغرور والعجب والعياذ بالله فأهلك الإنسان. ولذلك الإنسان هو أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه، هل هو شيخ ولا مو بشيخ، هل هو طالب علم ولا غير طالب علم، ودائما الإنسان يتواضع. من صفات العلماء وطلبة العلم التواضع، وأنهم يعني إذا ناداهم الناس بألقاب معينة يقولون نحن أدرى بأنفسنا، أبو بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الذي ملئ إيمانا وحشي علما، هذا الذي هو أفضل الأولياء، ماذا كان يقول لما يمتدحه الناس؟ يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولذلك طريقة العلماء الابتعاد عن التزكية، يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، أصحاب النبي يخشون ما يزكون أنفسهم وإنما يتهمون أنفسهم، وكل من اتهم نفسه ترقى، وكل من زكى نفسه اتضع والعياذ بالله وهبط ونزل، وهذا شيء معروف ومعلوم، ولذلك تشكر على هذا الأمر واجعله دين لله عز وجل. وإذا والله أنت لست يعني تقول والله أنا لا تخرجت من كلية الشريعة ولست بمفتي ولست بعالم، فيجب عليك أن تخبرهم بذلك، قل لهم لا يجوز لكم أن تضفوا إلي لقب أنا لا أستحقه أصلا، ولو كنت تستحق هذا اللقب، لقب الشيخ وطالب العلم، فجميل أيضا أنك ما تزكي نفسك وتقول أنا أبرأ إلى الله مما يفعلون. هناك من العلماء الأكابر الذين يصح أن يقال هذا شيخ الإسلام، كان يضع التراب على رأسه ويبكي ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، وكان يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده ياتي. يزكون أنفسهم لا يزكون أنفسهم، وإنما يهضمون حق أنفسهم، يهضمون حق أنفسهم، وهذا شيء جميل، وأتمنى والله أن يسود هذا الشعور وهذا الأمر في وقت نحن للأسف الشديد يعني تزبب كثير من الناس قبل أن يتحصرم،
وريش ولما يطير. يعني للأسف الشديد هناك أناس قرأ كتاب كتابين أو حضر مجلس مجلسين واعتقد بأنه أصبح قبة الفلك وأصبح المفتي وأصبح العالم وأصبح والعياذ بالله يعني يتحدث في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، وهو والعياذ بالله يتقحم جراثيمها ويخوض غمارها ولا يبالي، ولربما تجرأ والعياذ بالله على قول هذا حلال وهذا حرام. على العموم يا عبد السلام تشكر على هذه المشاعر الطيبة، أنت على خير، لكن ما تهجر إخوانك بارك الله فيك، تلطف معهم وقل يا جماعة الخير أنا أدرى بنفسي وهذا اللقب والله أكرهه ولا أرتضيه، وقل لهم لأن بعض الناس يعني قد يمثل على الآخر يقول والله أنا اسمحوا لي أنا ما أحب هذا الشيء، وفي داخل نفسه وقرارة نفسه يتلذذ بمثل هذه الألقاب ويحب هذه الألقاب التي تضفى إليه. لا، قل لهم والله أكرهها ظاهرا وباطنا، واتقوا الله فيا، اتقوا الله فيا، واتركوا مثل هذه يعني مثل هذه الألقاب التي توجهونها إلي. سعاد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لماء تقول للإنسان المصاب بالعين وعنده ماء توضأ منه العائن، يعني ما المدة التي يمكن أن يبقى فيها الماء سواء على البدن أو المدة الزمنية؟ أختي الفاضلة بالنسبة للمدة الزمنية ما لها حد، لكن الأصل أن المعيون المصاب بالعين بمجرد أن يأخذ هذا الماء يغتسل به مباشرة كاملا، بمعنى أنه ما يجعله أجزاء، ما يجعله أجزاء، يغتسل به مباشرة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سهل بن حنيف اغتسل به مباشرة. أما قضية يوضع على البدن يبقى البدن مبللا هذا غير صحيح، بعد الاغتسال يتنشف المصاب بالعين وينتهي ولله الحمد مع توكلي واعتمادي على الله لا يعتمد على هذا الماء. هذا سبب قد يحدث الله عز وجل فيه أثرا وقد يتخلف التأثير، ولذلك يعتمد على الله يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. المدة الزمنية لا حدود لها، لكن الأصل أنه يغتسل مرة واحدة. وأيضا قضية وجود الماء مبللا على يعني وجود الماء على الجسد والجسد مبلل بهذا الماء ليس له حد يا أختي الفاضلة، وليس له ما أحفظ في هذا شيء، وإنما مباشرة بعد ما يغتسل يتنشف ويخرج. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. سعاد في سؤالها الأخير تقول بالنسبة للسجود التلاوة كيف أدعو، هل في دعاء معين مع اللي أحفظه تقول يعني دعاء السجود؟ أختي الفاضلة الوارد أن الإنسان إذا سجد للتلاوة يقول سبحان رب الأعلى، سجود التلاوة سبحان رب العالمين، ثم يأتي بالدعاء سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن الخالق، فقط ما في شيء ثاني. ويعني ما أحفظ أنه يبدأ الإنسان يدعو كما يدعو في السجود الصلاة. سماح بارك الله فيها تقول بأن أبوها مات من 7 سنوات تقول وقد هجر أمها 25 سنة، تقول يعني بالنسبة للوالدة هل عليها من عدة يعني مع هذا الهجران؟ يا سماح بارك الله فيك، الآن السؤال هذا ما له فائدة، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويطول عمر الوالدة، السؤال هذا يكون في ساعة الوفاة، تسألين في ساعة الوفاة. نعم بالنسبة للمرأة ما دام أنها على ذمة الرجل فإن عليها عدة ما دام أنه لم يطلقها، يعني لو أن رجلا هجر امرأته 50 سنة ثم مات تعتد، العدة واجب عليها لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر المرأة التي مات زوجها أن تعتد، فما دامت أنها على ذمته وما طلقها، لأن من النساء من ترضى بهذا، امرأة تقول أنا راضية بهذا الوضع، هو في جهة وأنا في جهة، ولكن عقد الزوجية ما زال قائما، إذن عليها العدة، عليها العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا كانت الوالدة والله ما اعتدت وتعتقد بأن هذا ما يمكن لأن فيه يعني فيه انقطاع بينه وبين زوجها وفيه هجر، فتستغفر الله عز وجل. كان الواجب عليها أن تسأل ذلك، لأن يا أختي سماح بالنسبة للعدة ما تقضى، العدة لها وقت تنتهي به مباشرة من ساعة الوفاة، 4 أشهر و10 تبدأ العدة من ساعة الوفاة. تفضل يا حفيظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي أنا كنت سألتك في الحلقة الماضية عن المرأة تظن الاستحاضة حيضا، أيوة، وما أجبتني حفظك الله عن ماذا تفعل في الأيام التي تركت فيها الصلاة والصيام، هل تقضي؟
طيب يا حفيظ. ايضا سؤال اخر عن برامج الكمبيوتر والهكر فيها الاختراق. اي انا شيخ ما اخترق، لكن اجد هذه البرامج مخترقه على النت وانا انزلها واحملها واستفيد منها. هذا كان سؤالي، لا اخترق انا. تجدها انت جاهزه يعني؟ جاهزه على النت وانا احملها مخترقه يعني هذا السبب. طيب يا حفيظ. وعندها ايام هذه المراه من رمضان هذا ورمضان السابق يا شيخ، يعني يكاد يكون شهرين يعني. هي رمضان السابق كله ما صامته؟ لا صامت أياما قليلة جدا. طيب يا حفيظ. أبشر يا حفيظ أبشر. أبو عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام. أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج، وعندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل أبو عيسى. الله يزيد فضلك يا شيخ. السؤال هو بالنسبة للحسابات الجارية تبع المصرف البنك، إذا مثلا الواحد يبغى يفتح الحساب يا شيخ، في عمولات شهريا بمبلغ ريالين ونص تقريبا يعني بالريال السعودي يعني، فيا شيخ هل هذا الشيء يا شيخ يعني يعني حرام يا شيخ؟ لأن يا شيخ إذا أنا أودعت فقط 100 ريال أو 50 أو 500 أو ما شابه يعني، إلى إذا ما سحبتها يا شيخ يعني كل شهر يعني لها عمولة. البنك ياخذ يعني؟ البنك ياخذ اي نعم يعني يا شيخ دائما يعني كل شهر الا اذا سحبت يعني ما ياخذ هذا الشيء. طيب. هذا السؤال الاول يا شيخ يعطيك العافيه. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبه لحديثي عن طب التكميل الطب النبوي يا شيخ، تجد يا شيخ بعض يا شيخ لديه علاج مثلا بالطب النبوي وما شاء الله يعني ممتاز، بس ما تجد يا شيخ عند الطب الحديث، وقد تجد الشيخ ان بعضهم عندهم مثلا يعارفين بالطب الحديث يعني ممتاز وجيد جدا فيه، لكن ما عندهم في الطب النبوي يا شيخ. يا شيخ لو تنصح مثلا شيخ لو تجتمع القوتين في قوه واحده يعني على اي مرض في الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى قادر هو العلاج ذاك المرض او ذاك المريض يا شيخ اللي يعاني من اي مرض. فيا شيخ والله كثير حالات تجي عندنا شيخ انهم معالجين وكل شيء بس ما عندهم اي خبره فيه يا شيخ. هذا السؤال الثاني. السؤال الاخير شيخ يعطيك العافيه، وصيتك الشيخ اخواننا يا شيخ يعني اللي يهمزون يا شيخ حليمة السعدية ويعني يشتمون يا شيخ او عائشة رضي الله عنها، فنصيحتك يا شيخ لهم والله يعطيك الف عافيه شيخ على هذا البرنامج يا شيخ. مرحبا مرحبا. هشام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ اهلا وسهلا هشام. شيخ عندي سؤال خاص بارك الله فيك وورد ورقمك الخاص بارك الله. طيب ارجع الكنترول يعطونك ان شاء الله. بارك الله. مرحبا هشام. أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير شيخ على اللي تقدمونا، وعندي سؤالين. تفضل أختي. أرجو أن تكلمنا عن جوامع الدعاء وكيف لي أن أعرف أن هذا من جوامع الدعاء. سؤالي الثاني. نعم. أرجو أن تشرح لنا كيفية رفع الأصبع الصحيحة في التشهد. رفع الأصبع في التشهد. نعم. أبشر يا أم عمر. مرحبا. أم أحمد فرنسا أيضا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤالين من فضلك. تفضل. ابني يشتغل في الورشة والجمعية تقبض عليهم 100 أورو 100 أورو تقبضها عليهم، وبعد 6 أشهر ولا 8 أشهر تعطيهم 200 أورو. بعد 6 شهور ولا 8 تعطيهم زيادة 200 أورو، هل هذه 100 أورو اللي تعطيها لهم زيادة هي ربا ولا تسمى ربا ولا لا؟ طيب إيش الجمعية هذه؟ تبع من الجمعية؟ تبع العمل. تبع العمل يعني يأخذون منهم 100 وبعد 6 أشهر يعطونهم 200. نعم. طيب يا أم أحمد الجمعية هذه الجمعية هذه مسلمين ولا غير مسلمين؟ لا يا شيخ غير مسلمين غير مسلمين. ها في فرنسا هنا ما غير مسلمين غير. نعم. طيب طيب يا أم أحمد عندك سؤال آخر؟ نعم. طيب. الأخ قال الشيخ على الشيخ حتى أنا في عمري 65 سنة وكل كنا نروح نقضي ولا يقولوا نعم يقولوا لي يا حاجة هل علي أنا وأنا مانيش نحوس يقولوا لي حاجة ومازال الله تعالى ما كتب ليش الحاجة. والسؤال الثالث من فضلك يا شيخ. إيه؟ انا اقدر اضحي، لكن اذا ضحيت ما عندي لمن نعطي العيد لحم العيد. هنا في فرنسا ما كاش فقراء ما كاش. وانا نسكن وحدي واولادي ضحوا، بس انا اللي ضحيت ما عنديش لمن نعطي، هل لازم عليا نعطيه فلوس ولا كيف ندير؟
طيب. لازم ولا ما لازمش ليا؟ أبشر يا أم أحمد. يلا عطونا مسعيد من خلف. فضل مسعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ولو سمحت فيه عندي سؤال. تفضل أختي. عندي الوالدة عمرها أنا هايم في العمر وما يعني ما تعرف من 6 سنوات أو 7 ما تعرف عن الناس شيء. وكان أخرج عليها زكاة رمضان هذه شو اسمه كفارة صيام. مش كفارة هذه شو اسمها؟ زكاة الفطر. إيه زكاة الفطر و. وعليها عليها مثل الحين هذه السم عليها كفارة فطر ولا فطرة ولا شيء أنا ما أعرف عن الشيء هذه حد يقول لي أم سعيد يقول. أم سعيد كم عمرها الوالدة؟ العمر فوق 95 بتكون لكن ما تعرف عن الناس شيء. عقلها مو معها؟ لا 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 أيه. من 7 يمكن من 7 سنوات ما تعرف عن شيء. طيب يا أم سعيد حد من الشيخ يقول خرجي هذه كفة صدقة صيام وحد يقول لا. أبشر يا أم سعيد والصدغة وهذه والفطرة بعد. أي بخبرك إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ طول الله عمرك. عمر طويل. مرحبا. طيب عندي الأخت سماح أيضا تسأل عن التسبيح تقول هل التسبيح في اليد اليمنى أم لا؟ أخت الفاضلة التسبيح يجوز في اليدين الثنتين. التسبيح يجوز في اليدين الثنتين والأفضل في اليمنى. الأفضل في اليمنى واللي يسبح في اليدين الثنتين ما في حرج ولا يجوز الإنكار عليه ما ينكر عليه. لكن إذا قلتي لي ما هو الأفضل؟ الأفضل في اليمنى إما هكذا وإما هكذا يعني سبح الإنسان. ندى بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لقراءة القرآن للميت تقول والدها توفي وأقرأ عليه في رمضان دائما. يا أختي ندى بارك الله فيك تريدين تنفعين والدك؟ شوف الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالدعاء للأموات وأوصانا بالصدقة للأموات. أما قراءة القرآن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الأموات مع وجود الموتى من أقاربه وأصحابه في حياته. ما ثبت أبدا أنه قال اقرأوا عليهم الفاتحة أو ياسين أو اقرأوا القرآن أبدا. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فاحرصي على ما ينفع الميت. قراءة القرآن اقرأيه لك أنت وإذا ختمتي ورفعت إيديك بعد الختمة بعد ما تنتهين ودعوت الله قل اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحم والدي اللهم أسكنه الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذا الذي ينفع بارك الله فيك. سعيد يقول بالنسبة لي طبعا سعيد أنا طلبت منه يتصل علي خاص لأن عنده مشكلة فيها طلاق وفيها تحريم ومحتملة ومع رداءة الصوت. يا سعيد تكلم معي بعد البرنامج إن شاء الله. أبو عيد يسأل يقول بالنسبة لصيغة التشهد الأول والأخير. أخوي أبو عيد الله يرضى عليك بالنسبة لصيغة التشهد الأول تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى التشهد الأول. أعيد أبو عيد أعيد علشان عيد بارك الله فيه وفيك. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. التشهد الثاني التحيات الصلاة الإبراهيمية لما يجي الإنسان يقراها يجيب التحيات الأولى هذه ثم يكملها ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صيغة ثانية موجودة وثابتة كما عند مسلم وغيره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ما يقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبو عيد يقول بالنسبة لي يعني أحيانا في رمضان يدخل الشخص اللي يصلي والتراويح قائمة وهناك جماعة يصلون يقول بالنسبة للشخص هذا يدخل مع الإمام
اللي في التراويح واللي يصلي مع الجماعة. أخي الفاضل لا، الأصل أنه يبدأ مع جماعة المسجد الأصلية ويدخل مع الإمام وإن كان يصلي التراويح بنية العشاء، بنية العشاء. بارك الله فيك. حفيظ من اليمن يقول بالنسبة له، هو يقول أنا سبق أنني سألتك فيما يتعلق بالمرأة التي كانت تظن بأن الدم الذي ينزل عليها حيض فتبين استحاضة، يقول تركت الصلوات تركت الصيام، يقول الآن ماذا عليها بعدما أفتيناها بأن هذا استحاضة؟ عليها القضاء. رضي الله عنك يا حفيظ، عليها القضاء الآن، تقضي جميع الأيام من رمضان، تقضي الصلوات التي امتنعت فيها عن امتنعت فيها أثناء نزول دم الاستحاضة. أما ساعة دم الحيض وهي الأيام اللي تجلسها هي، لا هذه من الحيض، ما تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. حفيظ يقول بأنه سألني عن قضية تهكير البرامج والدخول إليها مثلا، يقول الآن أنا لست من الذين يفعل هذا، لكن أجدها جاهزة، أجدها جاهزة، هل لي أنا أستعملها؟ أخي الفاضل، هذا يعني مشاركة في الإثم، مشاركة في السرقة، مشاركة في هذه الخطيئة. ما يجوز لك يا أخي الفاضل إلا أن تأذن الجهة، أما إذا ما أذنت فيبقى الحكم على ما هو عليه. كون والله شخص يأتي فيهكر هذه البرامج أو يخترقها مثلا ثم يضعها على هذا، هذا ما يعني، يعني مثل شخص الآن يسرق من الناس يقول تعال خذوا هذا سرقته من الناس، يجوز تأكل منه؟ ما يجوز. بارك الله فيك، ولذلك يعني ابتعد عنها والله عز وجل يغنيك عنها إن شاء الله بالحلال. أبو عيسى يقول هناك حسابات جارية بنكية إذا كان مبلغ مثلا معين يأخذون عمولات، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة للمصارف الآن هناك بعض المصارف تضع حد معين، سقف معين للإيداع، فتقول مثلا متى ما إن هو اتفاق بينك وبينهم، متى ما إن قل المبلغ عن هذا الحد فإنهم يأخذون عمولة. هذه ما فيها بأس، هذا ليس بربا، هذه مجرد يعني يسمونها خدمات إدارية أو شيء من هذا القبيل، لأنه حسب ما يقولون بأن وجود هذا يؤثر على قضية مثلا الإدارة وقضية الموظفين وقضايا الأجهزة وغير ذلك. هذا قولهم، مع أني أنا أنصحهم وسبق أني نصحت حقيقة كثير المصارف أن يتقوا الله، يعني هؤلاء الضعفاء المساكين الذين رواتبهم قليلة أو إيداعاتهم قليلة جدا، المفترض البنك يكون أكثر رحمة بهم من الآخرين. أما قضية والله هو البنك يقول إيش يفرق درهمين أو ريالين، لا يفرق عند الفقير، الفقير يفرق عنده الريال والريالين، يحسب له الفقير 1000 حساب، هذه يمكن عند الأغنية. ولذلك أنتم يا أخواني في المصارف أنتم مستفيدين، يعني 1000 و2000 و3000 تشغلونها، يعني ما تحطونها تجمدونها، تشغلونها. ولذلك أنا أنصحهم لله عز وجل أن يتركوا هذه الخصومات التي يأخذونها من العملاء، إذا كان والله الراتب المودع أو المبلغ المودع أقل من، طبعا يختلف من مصرف إلى آخر، بعضهم يقول 5000 بعضهم يقول 3000، على يعني كل مصرف له، لكن عموما يا أخي الفاضل هذا ليس بربا، بالنسبة لك أنت ليس بربا، لكن هي نصيحة أوجهها لإخواني في المصارف أن يتقوا الله في المتعاملين معهم. أبو عيسى يقول بالنسبة للعلاج الطب النبوي والعلاج الطب الحديث، يقول يتمنى أن يكون هناك تمازج وتزاوج واتحاد بين الطبين حتى يعني يظهر قوة عظيمة في هذا. والله يا أخي أبو عيسى أنا أيدك على هذا، أتمنى من كل طبيب من الأطباء المعاصرين أن يكون له التفاتة إلى الطب النبوي، وأتمنى كل من له عناية بالطب النبوي أيضا أن يكون له التفاتة إلى الطب الحديث، لأن حقيقة هي أشياء مكملة لبعضها. ولذلك الآن الذي يستخدم الطب النبوي يعني أحيانا قد يرتكبون أخطاء كثيرة لاعتقاد مثلا والله أن هذا الذي أرشد إليه وسلم لمرض معين أو لداء معين يعطى من دون الالتفات إلى مضاعفات مثلا أو عند الشخص أمراض أخرى. ولذلك بعض الناس الآن وصف لآخر وصفة يعني أنهت حياته، لماذا؟ لأنه ما علم بأن معها قلب أو معها مثلا مرض سكر مثلا أو مثلا ضغط أو كذا، فالدواء هذا أثر على الأمراض الأخرى فسبب له مضاعفات. ولذلك حتى الذي يمارس الطب النبوي أو الطب الشعبي، الطب النبوي تحديدا، يجب عليه أن يكون على بصيرة. وأنا أعتقد الآن أغلب الدول، دولنا نحن تحديدا، ما تسمح لأي شخص أن يمارس الطب الشعبي هذا أو الطب النبوي إلا يكون هناك رخصة ويعرض على لجنة طبية عليا وأشياء كثيرة. أنا يعني على اطلاع بمثل هذا الأمر، لكن كذلك في المقابل كثير من الأطباء
أيضا ينبغي أن يكون لهم التفاتة إلى مثل هذه الأشياء. وأنا حقيقة أشيد ببعض الأطباء الفضلاء الأكارم الأماثل الذين لهم حقيقة عناية بمثل هذا الأمر، خاصة وأن أحيانا بعض الأدوية يعني المضادات هذه لها انعكاسات خطيرة على كثير من البدن، فهو يوجهك مثلا إلى أشياء في الطب النبوي ليس لها أي مضاعفات على البدن، يعني ما تؤثر مثلا على أعضاء، يعني بعض المضادات لها آثار عكسية على الكلى على الكبد مثلا، لكن لما يذهب إلى الحبة السوداء إلى العسل إلى مثلا بعض الذي أرشد إليه نبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا نافع بإذن الله. عموما الكلام طويل لكن أنا أيدك على يعني هذه الفكرة الجيدة. أبو عيسى يسأل يقول يعني وصية لإخواني الذين يهمزون ببعض الرموز كعائشة وحليمة السعدية وغير ذلك. يا أخي الفاضل، أولا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الخلق عموما ما من أحد إلا وهو معرض للانتقاد، وهذا الانتقاد إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. إذا ما جئنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وهذه الكوكب النيرة هذه الدراري المضية، نجد بأن هؤلاء من أعظم البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه فاختار من صحبته، ثم قال فاعرفوا لهم قدرهم، ثم قال إن أصحاب محمد كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء، الإخاذة يردها الرجل والرجلان ويردها الخلق فيصدرون عنها، يردونها ظمأة فيصدرون عنها وقد روه. ولذلك أخي الفاضل هذه الفترة هذه من أعظم الفترات في تاريخ البشرية في تاريخ الإنسانية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله خاتم المرسلين، اصطفاه واختاره، ثم اصطفى واختار له أصحابا، واختار الله عز وجل له أنقى النساء وأطهر النساء وأزكى النساء. ولذلك قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فمحمد أفضل الطيبين، ولذلك اختار له ربنا جل وعلا الطيبات، ونساؤه طيبات خيرات فاضلات امتدحهن الله عز وجل في القرآن ونسبهن إلى النبي، أضافهن إلى النبي عليه الصلاة يا نساء النبي، وهذا أعظم شرف لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك أخي الفاضل من أحبهن ووالاهن وترضى عنهن وانتصر لهن فهذا لا شك أنه هذا محب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما من سلك مسالك أخرى بالطعن والثلب والتشكيك أو بالقذف والعياذ بالله فهذا أصلا عداؤه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهن تحت وهن في ذمته وهن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك امرأة خبيثة أو امرأة سيئة أو امرأة والعياذ بالله يعني مرتدة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، والله لا يرضى له بذلك. ولذلك من مال كل الميل أو أنه مثلا طعن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سواء زوجاته أو آل بيته كعلي والحسن والحسين والعباس وجعفر أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عداؤه مع النبي شخصيا وليس مع هؤلاء. ولذلك يا أخي الفاضل لا تحزن، لا تحزن، ربنا جل وعلا ما سلم من عباده، ربنا جل وعلا ما سلم من عباده، الأنبياء ما سلموا، هذا عيسى بن مريم ما سلم، رمي بالزنا وأنه ابن زنا، وهذا موسى قال فيه قومه قولا عظيما حتى قالوا بأنه رجل آدر فامتحنهم الله. ولذلك قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نوح عليه السلام أوذي، إبراهيم أوذي، ربنا جل وعلا ما سلم من عباده كما ذكرت. ولذلك هناك أثر وإن كان طبعا ليس هو مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله تعالى قال لموسى سلني يا عبدي، قال أسألك ألا يتكلم الناس في، قال لم أسلم منهم وأنا الذي خلقتهم. المهم الإنسان سيكون هناك خصوم له يوم القيامة، وأخطر شيء أن يكون الرجل خصمه محمد عليه الصلاة والسلام. مرة فأم عمر الله يبارك فيك ويحفظك، وأم محمد أم أحمد الله يبارك فيك، وأم سعيد بارك الله في الجمع، أعتذر منكم والله اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، انتظروني غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكر طاقم البرنامج
أشكر الجميع، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.